السلام عليكم ورحمة الله، صبحكم الله بالخير يا كرام. بعض الناس لما بيسمع الحرب على الإسلام، التآمر على الإسلام، بيخاف، بيتنكد ويتهرب من التفكير في الموضوع. لا تخاف ولا تتنكد ولا تتهرب، وإنما ببساطة تصور حبل الله الممدود. ماذا عليك أن تعمل؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما هو حبل الله؟ القرآن والسنة ودينه سبحانه وتعالى. طيب، وبالنسبة لتآمر هؤلاء ما يهمكش أبدا، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. حبل الله لن ينقطع، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وهؤلاء لن يكفوا عن تآمرهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. طيب، ما العمل؟ العمل أن تصبر. الله سبحانه وتعالى جعلهم فتنة لك، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فلا تتنكد ولا تتنغص ولا تخاف، وإنما كل ما عليك أن تفعله هو أن تتمسك بحبل الله، وأن تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. ولهذا يا كرام، كل ما علينا أن نفعله حيال هذا التآمر وهذا التخطيط وهذه الهجمة على الإسلام هو أن نثبت على ديننا وأن نستعين بالله، وإذا استعنت فاستعين بالله. وحينئذ فهؤلاء المتآمرون وأعداء الإسلام هم كمطايا، يعني مثل الدواب، يوصلوننا إلى الجنة، إذ نكسب الحسنات من هجمتهم علينا وصبرهم وثباتنا أمام ذلك، ويهونهم في النار بكل بساطة. ولا تهنوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله.